الآن يقول هل نجهر بالبسملة أو لا نجهر؟ لوني كرسود ها تاجين صوت بسم الله لير كاجين صوت بسم الله تاج. الآن هو لو جهر بالبسملة. لونك بس أنتي كرسود بسم الله لير. إذا كان بهذا الجهر بالبسملة يتبع إمام عالم كالإمام الشافعي يقول مثلا أن الإمام الشافعي إمامنا الإمام الشافعي لو قال هذا قول إمام هذا صحيح. គាត់ថាបើសិនជាយើងសូត្របិស្មិលឡាហ៍ឮដោយយើងចាត់ទុកថានឹងគឺជាទេសនាមួយដែលយើងតាមអ៊ីម៉ាមធំដូចជាអ៊ីម៉ាមឆាហ្វអ៊ីហើយហ្នឹងគឺអត់បញ្ហាទេ لكن لابد ان اتاكد ان هذا الكلام قاله امام من الائمه كامامنا الامام الشافعي رحمه الله ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានេះគឺជាទេសនាមួយឬក៏សម្ដីមួយដែលបានបញ្ជាក់មកពីអ៊ីម៉ាមធំរបស់យើងគឺអ៊ីម៉ាមឆាហ្វអ៊ីلأن بعض الناس يكذب على الأئمة يقول هذا القول قاله الإمام وهذا كذب. في بروت ها كمين من نقدا دالي جي ها نيجي سمدير بح إمام بنتا في من من جي سمدير بح إمام من نكوي جي كان كحاء. إذا لابد أن ننظر في أقوال الأئمة هل هذه الأقوال صحت عن الأئمة أو لا؟ جنتي جن تراو تا بن جي نن تام دان ها تا سمدير نمو نمو دالي جن جو بته ري تراو أعمال نن بيم بت جي مو بي إمام بت بقات ري كحاء. ثم هل نحن أمرنا باتباع الأئمة أو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كراوي ما تاجين برا كي برا أو جين تام إمام ركاي كي برا أو جين تام النبي صلى الله عليه وسلم. أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. جين كي برا أو تام النبي صلى الله عليه وسلم. أئمة أهل السنة والجماعة. كي إمام أهل السنة والجماعة. أمروا بماذا؟ بان برا جين ما تبوي. أمروا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إمام أهل السنة والجماعة كبراء أكوات تام وبيكو كبراء أكوات تام نبي صلى الله عليه وسلم إمامنا الإمام الشافعي رحمه الله ماذا قال؟ إمام ربح جيون داكي إمام شافعي لنتا أكوات ما نجيه دوج مدى يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي قولي قالنا حديث صحيح نوحاكي جي مذهب ربح نيوم ركاكي سمدي ربح نيوم لماذا؟ حد أي لأن المعصوم الذي لا يخطئ هو النبي صلى الله عليه وسلم. في بروح نعك من دوسا هاي من كان حق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.